بجد أول مرة تجي هوني؟ تعرفيش بلاصة؟ انتي؟ عندي قضية ما خرجتش من الدار الخدمة من الخدمة للدار كيف نروح نحط انترنت نقرأ كتاب بعد نرقد كا انتي وما ترقد أنا ما عادش نجم غمض عينيا اللي بالحريبش حتى داري ما عادش حاب نروح لها جو كومبخون أنا زادة خاطر كيفك نكرهها داري موحشة وعايشة فيها مع راجل نحبه ولا يحبني ما نتكلموش وكان تكلمنا باش نتعاركوا من مرأة لمرأة وحاملة وساكتة وراضية على خاطر ما عندي حتى حد آخر نحب نجيب صغير وبربي راجلك عينه في الصغير هذا ولا هي أول ما عرسنا هي ما توا ما عادش عنده كيف كيف زيد ناقص شنو تحب أنا تحب ان فيترو كي اعمل ان فيترو مهم اخرج من مخي لوكا نجم نسيك سؤال سانز انديسكريسيون ها تبي راجل كيما هكا عايشه مع فرد لا تحبه ولا يحبك موش مع بك علاش قاعده معاه وعلاش تحبه يكون بولو ليد اللي تستنى فيه وانت تتصور لي انا تو مازال عندي كوراج باش نعاود حياتي من اول وجديد برا اعرف شكون ونحكي له حكايتي استنى مش بك حتى نقص في روحك لاباس عليك حليلتك مازلت صغيره وطبيبه يا اخي ما عندكش مرايه في الدار تشوف شو روحك ساعات حشمتني حشمتني حشمة تعمل غطسة؟ تعمل غطسة طوالي والله يعوم انا عوم في بو؟ لاباس يا عبد العزيز لاباس تحط شي في بالك حسب التحليل تاع سي عبد العزيز كلاويه تعبين برشا ايش نعملوا لازم السبيطار شوف يا اخي انا فكرت في المساله هذه كارتة تاع طبيب من احسن السبيسياليست خديت لكم موعد معاه هزوه توا ومشيو طول وهو كان فما حاجه عطاه هو اللي يقرر ما تبطاوش توا تخرجوا بيه بيه شمسة توا نهبط انا نقرب بالكرهبة قدام الدار وانت حاضر سعد العزيز توا نرجع لك تفضل معايا سي دكتور مشي مشي ولد البيه وكل شيء سافا عشفا تحيرش ما تتحيرش لا تنسى عيش بنتي عيش بنتي ما نحبكش تتحير لا تنسى لا تنسى عيش كرب يفرش مشي كل شيء سافا بيه عيش بنتي ان شاء الله لاباس بسم الله على بنتي بسم الله على بنتي بسم الله عليك الخبر اللي سمعناه اليوم صباح حسب القناة الإخبارية تي 24 خبر ما يجي على بال حد تم القبض على امرأة كانت تخدم في كلينيك لغوز في سيرفيس ميترنيتي تبدل في الصغار دمرت برشا عائلات حطمت مستقبل برشا ولاد صغار هي كانت تبدل في الصغار من فرش لفرش من دونك المرأة اللي معنا اليوم على الخط امرأة عاشت المأساة هذه خليني أقول مأساة بدلولها بنتها اليوم عمرها 6 سنين واليوم بالذات عرفت اللي هي ماهيش بنتها الحقيقية ألو مدام تفضل شو عملت في حياتي أنا توا باش يصير فيا هذا الكل بنتي اللي كبرت بين عينيا ماهيش بنتي باش نقول لها أنا توا راهي بنتي والله بنتي مانيش مصدقة سامحني بربي كل شفتوا C'est un témoin très important. Raf les mails derrière. ريم تبي لي الحكايه هذه ولا شغله صافا
كلمتك مرتين راه مش بيك متهزش. شبيكة نحن مخ كمال أمال خمسات ما طرتهاش هكا شدة صحيح معناها كل واحد يتعارك مع زميله وزميلته نطردوه ما نلقاوش كيب وقت هذه مش عاركة طايحت لي قدري يا للا قدرك عالي راه نسخي روحي نجم نعمل عليك خلعت غالطة أبغمان نجم نعمل على حد تو هذا كلمة بيان سور تعمل عليه تنقلها من السيرفيس اوكي كيما تحب يعني كلمة تو سما هذا معاد مع الدكتور في بالو بينا سي عبد العزيز تفضلوا سنة فيكم دكتور مرحبا اسبقوا لي انتم انا خليت الكهرباء اون دوزيام بوزيسيون باش نبدل ونرجع تفضل مرحبا تفضل هذه بدلها سي بون هذه هنا سي بون كل ما هذه نحيوها زايده هاي تفضل سما ولا هنا الاستوديو نتاعنا كيما ترى اهلا الوغ باتي تهاجر تحبوا تعملوا لي زافيش للاستوديو هكا وي قلت له زيد اللي انت من احسن لي فوتوغراف في تونس ما نشكش انا ماذا بيا تعاوني كيفاش القناه نتاعنا تولي اكثر برونشي ماذا بيا نعملوا دوره في لي لوكو وبعد نعطيك دي بروبوزيسيون افيك بليزير تفضل نعرفك بالليكيب هاجر بيان سور لاستاغ نتاعنا تعرفها تفضل دالي صابرين زياد منى عم احمد معناها مخلطه هنا ليكيب شوف دكتور وي باتون سويفون قول له تفضل هاي تفضلوا هاي تفضل هاي بابا مالك